زينوا الكلام، برنامج في قناة أهل الدار، إعداد وتقديم طالب العلم أحمد طقش. إن شاء الله تشاهدونه يوميا قريبا في شهر رمضان. ما الذي يتناوله هذا البرنامج؟ يتناول الفروق اللغوية بين قلب الكلمات غير الإيجابية وجعلها كلمات إيجابية، ومعرفة معاني هذه الكلمات. زينوا الكلام، الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام.